المحن ويمر بيك الزمان، وانتي اغلى وطن وانتي اعلى مكان. ومهما كان انتي مصر، وكل خطوة بنصر نعيش لمصر ونموت لمصر. مصر مصر تحيا مصر. السادة المشاهدين مساءكم خير. انا ملقتش بداية احلى من دي ابدأ بيها حلقتي النهاردة. النهاردة حلقة خاصة من برنامجنا هي مش فوضى، من قلب مدينة السلام، من قلب أحلى مدن العالم شرم الشيخ. حلقة في حب مصر، حلقة عشان خاطر عيونك يا مصر. اليومين اللي فاتوا الدنيا قامت وما عادتش بعد حادث سقوط الطائرة الروسية في جنوب سيناء. كلام كتير عن الوضع الأمني في شرم الشيخ، ودعوات لوقف الرحلات لمصر. كل ده في يوم وليلة. مصر بقت وحشة. طب نفهم ايه بقى من كده؟ تعالوا بقى نفصصها مع بعض ونحللها مع بعض. اول حاجة ان في دول مش عاجبها ان مصر تبقى مستقرة. تاني حاجة ان الاقتصاد اول ما بدأ هيتعافى الناس قلقت، لان استقرار اقتصاد مصر معناه انها مش هتبقى محتاجة حد وانها قوية. تالت حاجة، لما تحب تهد دولة اشتغل على اقتصادها وامنها. وهم جم لينا للأسف من الموضوعين دول. الطيارة لما وقعت كانت اقوى حجة ليهم عشان يضربوا امن واقتصاد مصر، مع ان بقى كل دول العالم تقريبا تعرضت لحوادث سقوط طائرات. ياب عمل إرهابي زي أحداث 11 سبتمبر، والطيران فضل رايح جاي عادي جدا، وطيارتين من ماليزيا يقعوا في البحر، واحدة منهم مختفية أصلا لحد دلوقتي والطيران رايح جاي عادي، وطيار ألماني يجيله اكتئاب فينتحر بالركاب اللي معاه، بس الطيران الألماني لسه شغال زي الفل. وممكن الطيارة تقع زي ما قالوا قضاء وقدر، زي ما الطيارة المصرية وقعت على سواحل أمريكا من 16 سنة ومعرفناش على فكرة وقعت ليه لحد دلوقتي. اللي عاوز أقوله إن اللي بيحصل لنا ده بيحصل في الدنيا كلها كده، بس لما تلاقي الكل بقى بيحاربك في اقتصادك وأمنك، لأ الحكاية بقى فيها إن وفيها موضوع. يا جماعة، هو معقول أي جهاز استخباراتي في العالم يكتشف بالسرعة دي سبب سقوط طيارة؟ طب والطيارات اللي وقعت قبل كده ما اكتشفوش سبب وقوعها ليه؟ ده ما بيحطش 100 علامة استفهام حوالين الموضوع. وإذا قلنا إنه ممكن يكون مدبر، هقول إن الفكرة دي تتماشى مع اللي قالوا بقى مين؟ السفير البريطاني للمصريين، ان في مفاجأة سعيدة. مفاجأة سعيدة، قال انه في مفاجأة سعيدة مستنياهم خلال زيارة الرئيس السيسي لندن. تقريبا كان يقصد انها مفاجأة سعيدة ليهم هم وللاخوان اللي قاعدين عندهم مرتاحين وبيخططوا لخراب مصر. وعاوزين كمان بقى نركز في حاجة كمان بالإضافة للي فات. بريطانيا طلعت قرار غريب وبدون أسباب منطقية بوقف رحلات الطيران لمصر، وطلبت رعاياها بضرورة مغادرة شرم الشيخ، وما فاتش ساعتين قاموا لغوا القرار والرحلات رجعت تاني. طيب اشمعنى طلبتوا منهم يسيبوا شرم الشيخ بس؟ طب انت بقى قلقان على رعاياك، ما تخليهم يغادروا مصر كلها. علشان ليه بقى عملوا كده؟ لان اكبر نسبة سياحة في شرم الشيخ، واخدين بالكو؟ خلي بالكو معايا يا عم الحاج، يا عم الحاج شربت الشاي وزنت دماغك؟ ركز بقى معايا واحدة واحدة، الموضوع كبير جدا ولازم نفهمه. اللي حصل ده خلى الشعب الروسي يتوتر، يحس ان في حاجة غلط في مصر، وضغطوا على الرئيس الروسي بوتين عشان يطلع قرار
ما كناش كمصريين متوقعين. وعلق رحلات الطيران الروسي لمصر رغم ايه؟ ان الرئيس بوتين لحد النهارده بيؤكد ان علاقة موسكو والقاهرة خط احمر ومش هيسمح لحد يتدخل ما بين البلدين، لكن القرار كان صدمة للمصريين. بس هو كرئيس استجاب لضغوط شعبه اللي خايف على اولاده في مصر بعد ما صوروا لهم ان سقوط الطائرة الروسية في شرم الشيخ عمل ارهابي. حتى قبل التحقيقات ما تخلص لسه ما فيش اي نتيجة للتحقيقات، يعني مؤامرة. ومحدش يقول لي لا ده ما فيش مؤامرة، لا في مؤامرة على فكرة، لان كل الدلائل وكل اللي بيحصل بيؤكد ان في ناس مش مرتاحة لاستقرار مصر